فقرتنا الأخيرة وختامنا مسك لليوم، ومن ماليزيا مع لاعب سوري شاب استطاع أنه يكون بصمة مميزة بعالم الرياضة وأيضا بقراراته الأخيرة. تفاصيل أكيد رح نتابعها سوا بهالتقرير لزميلتنا سلمى عودة. هي ليست المرة الأولى التي تحلق فيها كرته الفائزة خارج سماء الوطن، ولكنها المرة التي كانت مختلفة. فبعد وصول لاعب الريشة الطائرة السوري أحمد جلاد إلى الدور ربع النهائي لبطولة موريشيوس الدولية في ماليزيا، رفض مواجهة خصمه الإسرائيلي، وكانت قرعة البطولة أوصلته لهذه النتيجة بعد فوزه في 3 مباريات في فرد الرجال. وسبق لجلاد أن شارك في العديد من البطولات الدولية في عالم الريشة الطائرة، وحقق نتائج جيدة أمام لاعبين من ماليزيا وتايلاند وأندونيسيا. وها هو اليوم، على الرغم من عدم تمكنه من وضع كرته في شباك المنافسة، إلا أنه سجل الهدف الأكبر بتسجيله هذا الانسحاب الوطني، ليبقى اسمه إلى جانب اسم بلده حراً قوياً.